موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، أهلا بكم. استهدف الثوار مواقع لقوات النظام على أطراف حي جوبر بدمشق بقذائف المدفعية وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر. من ناحية ثانية استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة ووالدتها، وسقط عدة نساء جرحى في بلدة مضايا بريف دمشق إثر إطلاق الرصاص عليهم من قبل حواجز ميليشيا حزب الله المحيطة في المنطقة أثناء محاولتهم الخروج من البلدة هربا من الحصار. أغار الطيران الروسي على مدينة مارع في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى سقوط جرحى ودمار في المناطق المستهدفة، كما طالت غارة لطيران التحالف مدينة منبج في الريف الشرقي في حين سقطت عدة قذائف على حيي الأشرفية وجمعية الزهراء بمدينة حلب. دمر الثوار دبابة لقوات النظام من نوع T-72 خلال اشتباكات على جبهة الرميلة في ريف حمل جنوبي، بينما تعرضت قرى المنصورة والقرقور لقصف براجمات الصواريخ من قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب غرب حمل. قصف الثوار بقذائف الهاون معاقل قوات النظام في قرى عكو وبشرفة وبوز الخربة وعرافيت بريف اللاذقية، في حين تواصلت الاشتباكات بين الثوار وعناصر النظام في محيط برج القصب، بينما قصفت قوات النظام قرى جبل التركمان براجمات الصواريخ. شن الطيران الروسي غارات مكثفة على مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا تزامنا مع اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على عدة جبهات في المدينة، كما دارت اشتباكات أخرى بين الطرفين على أطراف حي المنشية بدرعا البلد. دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيا الكردية في قرية شروكراك غرب بلدة عين عيسى شمال الرقة، بينما شن طيران التحالف الدولي غارات على مدينة الرقة دون أنباء عن سقوط ضحايا. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.